اهلا بنات، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكون بكلياتكم بألف خير يا رب. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، اهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضمت بقناة جديد. كبرت قناتي وكبرت فيكم طبعا، لكن التفاعل عم ينزل عندي بسبب اني عم غيب اوقات، عم يصير معي ظرف اني غيب، وما بعرف هالشي عم يخليني هيك عم كيف لقلكم عم يخلي الشغف يقل عندي، لأنه كتير المشاهدات قليلة، كتير كتير كتير. فرح أحاول هلأ هيك يكون دائما موجودة، دائما عم نزل فيديوهات، دائما عم صور لحتى ترجع قناتي شوي أحسن. يعني أنا مقارنة بالمشتركين اللي عندي، المشاهدات عندي جدا 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 قليلة، ما بعرف ليش، بس هي سياسة اليوتيوب وهي سياسة جدا سيئة وكتير بتعذب وبتتعب. هي إنه سياسة عن في سياسة باليوتيوب هي إنه ضلي عم تنشري، عرفتوا كيف؟ ضلي دائما عم تصوري وتنشري لحتى قناتك تضل مثل ما هي، بس وقفتي اسبوع القناة بتتراجع تراجع كتير 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 كبير، بتوقفي 15 يوم القناة بتتراجع كلها خلص. فهذا شو اسمه، هاي السياسة كتير سيئة، هي الاستمرارية، ضلي عم تستمري تنشري تنشري تنشري. فرح ارجع استمر بالنشر، رح ارجع ضل هيك انشر كل يوم يومين لحتى ارجع رجع شغل قناتي وترجع المشاهدات منيحة. يعني عرفتوا، خاصة انه انا لسه ما صار عندي، ما جمعت ساعات اليوتيوب يلي هني 4000 ساعة، لسه ما جمعتهم، حاسيتهم كتير صعبين، حاسة حالي ما حجمعهم، بس انه ادعوا لي ان شاء الله هيك جمعهم بوقت كتير قريب، لانه عن قريب رح صير كمل سنة ان شاء الله انا فاتحة يوتيوب. هلا هيك مثل ما انكم شايفين صبايا، انا حكيت حكي برات الفيديو، قمت ما كان عبالي اكل، كنت مشتي على كعك وحليب، هي كتير بحبها هي الاكلة، حطيت لي كعك وحليب، حطيت كمان لبنتي بس كسرته لحتى تقدر تاكله، وفطرنا وما كان في عندي كتير شغل بيوم ما يعني. فشفت هاي الزرعة انتبهت لها انه طالع لها 3 ورقات جداد، فعطتني امل اني ارجع شوي اهتم فيها. انا ماني حابة كبة قلتلكم، و كتير بحب الزرعات، فلما جبت زرعتين اول وحدة ماتت وهي عم تموت، قلت لا ما رح اجيب حرام يعني، بس عم شوف انه هي عم يرجع ويطلعوا ورقات جداد، عم قول يمكن انا ما عم اعرف اعتني فيهم. فجبتها هيك التراب كله، هو لازم نغير التراب كل فترة وفترة، فهيك فكيت التراب كله عن الجذور، حطيت تراب تاني، كترت لها تراب أكتر من قبل، وسقيتها مي كتير منيح ورجعتها مكانها، ودعني إن شاء الله ما تموت، ما بدي إياها تموت، إنه حابة أجيب زرعات كتير بالبيت. وأتمنى كمان تكتبوا لي شو في زرعات ما بتحتاج ضوء أو ما بتحتاج شمس، لأنه أنا بيتي ما بتدخله شمس أبدا، أنا بعرف بس البامبو إنه ما بيحتاج شمس، فكمان اكتبوا لي شو في أمور وشغلات ما بتحتاج، عفوا زرعات ما بتحتاج شمس أو ضوء، يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات. What? 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 What?
هلا هو مثل ما كم شايفين، بعد ما شلت الزرعة حطيتها، رجعت حطيتها فوق وسقيتها، مسحت المجلة كلها. طبعا صوتي ما شلته وتركته، كنت عم علم بنتي تلفظ اسمها، هي اسمها واتين، اكيد بتعرفوا اسمها. مسحت المجلة عندي، ومن اذا انتبهتوا في انا حاطة صحن فواكه على المجلة ومغطيته. انا بحط الفواكه برا، بحب احطهم، وبنفس الوقت بنتي بحب من النوع اللي ما بيطلب، انه بس بدها انه بس تكون جوعانة او تكون بدها شيء ما بتطلبه. انا هون اذا ما حطيت لها فواكه مثلا، او صبيت لها عصير او طعميتها، هي ما بتطلب ابدا لا اكل ولا شيء. فانا بحطهم لحتى هي تشوفهم ترغبهم، فبحطهم وحاطط لهم الغطاء، لانه في مثل الحشرات، حشرات الفواكه عم يجوا عليهم كتير، بيضايقوني كتير، فبس يجوا بيعبوا المطبخ يعني. فمغطيتهم لحتى ما يجوا. وانا عم اعمل كابتشينو، قمت عملت كابتشينو بعد ما خلصت، كنت مخلصه كل شغل البيت. شفتوا بنتي لابسه الكعب وجايه صورت لكم اياها. عملت هذا الكابتشينو كتير كتير طيب، موجود بالبيم واليوس بي اللي بتركيا. كتير حاببته صراحة، وأنا كتير بحب القهوة بكل أنواعها، سخنة أو باردة. هلا هون عند المساء كنت طالعه فروج، عندي فروج بس ماني عارفه انا شو بدي اطبخه. ففي عندنا نحن طب اكله اسمها فروج مسحب، عرفتوا؟ فهالاكله زوجي بيحبها كتير 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 بيحبها، فقلت بعملها، بس بدها كتير كتير بهارات، وكانوا كله ناقصين عندي، فوصيت على البهارات. وهون صرت هيك عبيهم صراحة. هدول اللي هلا بدي اقولكم على شغلي، هدول العلب البهارات كتير مناح، كتير ممتازين. بس بنصحكم اذا بدكم تجيبوا علب بهارات بيوم من الايام، بنصحكم تجيبوهم اكبر. انا شايفين جايبتهم كتير صغير، بس ندمت صراحة، جبت حتى اني كمية، جبت تقريبا شي 26 علبة، لانه انا كتير عندي بهارات، كتير بستخدم بهارات، لانه جوزي بالمحل بيشتغل فيه في بهارات، فبجيب لي على طول. ف كتير صغار بدهم كل فترة ينقصوا، كل فترة بدي هذا، بحس أوقات مناح لحتى ما يضلوا كتير، يضلوا كتير ويرطبوا، بس بحس كمان بيعزوا يعني، بدي كل فترة ترجعي تجيبي وترجعي تعبي. وأنا ما بحب جيب كمية كبيرة، بحب جيب شو فين يعني، هون وصيته أنه بدي صغير قليل يعني، ما بحب عبي بالمرطبان ويضل عندي كمان تحت بالخزانة زايد زايد زايد. ما بحب الكركبة بالخزانة، لأنه أوقات ممكن إنساها، ممكن يرطبوا، ممكن وكركبة يعني، وبياخدوا مكان زيادة. فمثل ما شايفين هون كان جايب لي بهارات بصل، بهار ثوم، بابريكا، كزبرة، بس ما كان في كزبرة ناعمة يعني، كانت كزبرة حب، كاري، عفوا مو كاري، كركم، زنجبيل. هدول كلهم بدي استخدمهم لانه على الفروج المسحب، وكانوا كمان نواقص عندي، فعبيتهم، عبيت الناقص عندي كله وحطيتهم هيك على جنب، فورا بعبيهم وبستخدمهم يعني. طبعا انا كنت منطفي الفروجه وحاططها، انا قعتها بمي وملح وخل بعد ما غسلتها. طبعا هلا فروج المسحب هو مثل الفروج العادي، بس هن كيف بيعملوه، بيقصوا الظهر، بيجيبوا الظهر بيقصوه وبينوموه وبيبرموه عفوا على صدره، على بطن الفروج، بيقوموا يضغطوا على صدره لحتى يتكسر كل العظام، عرفتوا؟ هالشي بيسهل انه الفروج ينطبخ اكتر ويصير اطيب. على فكرة طعمته اطيب من الفروج المشوي العادي. هلأ هون بلشت جهز البهارات أو الصوص تبعه للفروج، تتبيلة يعني. طبعا هون عملت أنا على طريقة الشيف عمر، حطيت تقريبا نص لتر مي على فروجة واحدة. طبعا الفروجة اللي عندي كانت كبيرة، تقريبا شي كيلين ونص. هي الفروج المسحب بيكون أطيب لما تكون الفروجة صغيرة، كيلو ونص أقصى حد، كيلو ونص. لكن أنا ما انتبهت إلا بعد ما هيك جبتها وفكيتها ودوبتها، أنا كانت عندي بالفريزر
تبعت انه هي كل وين بس ما بيأثر، بتركها يعني على مهلها لانه هو بيحتاج كثير وقت لحتى ينتبه. حطيت نص لتر مي، بهار بصل، بهار ثوم، حطيت كمان كركم، حطيت كمان رشه قرفه صغيره، حطيت كمان معلقه سماق، حطيت لها معلقه كزبره، معلقه ملح، وحطيت لها كمان معلقة بدي أتذكر إيه قرنفل. أنا ما كان أنا عندي قرنفل خشن وعندي قرنفل ناعم، فحطيت معلقة صغيرة قرنفل، حطيت كمان ملعقة دبس بندورة وملعقة أو شوي صغيرة كمان دبس فليفلة، معجون الطماطم يعني ومعجون الفليفلة، حطيت لها كمان زيت زيتون ونص ليمونة عصرتها كمان بقلبه. وهلأ بدي أخفقه كله بالمضرب حتى ينخفق كله معي، بدي أحطه بالدجاج اللي أنا ناقعته. صبايا كمان حطيت ملعقة صغيرة زنجبيل. هلا هونك مثل ما لكم شايفين كيف الدجاج صاير بعد ما انا ضغطت على صدره وانكسر العظم كله، حطيته بقلب الصينية، حطيت عليه الصوص، لازم تكتروا صوص، هو هيك بيكون، هيك الطريقة انا شفتها طبقتها بالكامل مثل ما هو عملها الشيف عمر. كمان كان في عندي حطيت هيك بطاطا وجزر قطعتهم خشن لانه الفروج بتاخد وقتها كتير بالفرن. على فكرة انا اخدت معي تقريبا شي ساعتين هيك ساعتين، ليش؟ لانه انا مغطيتها ولانه كانت عندي الفروج كبير، هي بتاخد ساعه على فكره، لكن انا تركتها ساعتين لانه هو الفروج المسحب المفروض انه اسمه مسحب لانه بيكون كتير مهتري يعني منهنه عقد ما انه مطبخ، بتسحب العظم الفروج بيطلع من العظم هيك لحاله. وطبعا لازم تغطوه كتير 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 منيح لحتى ينطبخ، لحتى يصير مطبوخ يعني كتير منيح كتير منيح. فجبت ورق زبدة حطيتهم عليه، وجبت كمان ورق سلوفان غطيته كتير كتير منيح، غطيته من على جناب واحدة هون وواحدة هون وبالنص كمان واحدة، رجعت لفيته بوحدة رابعة تقريبا ايه لحتى ابدا ما يضل في منفس، تتسكر كله وتنتبخ معي كتير 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 منيح. طبعا جنب الفروج بطاطا مقلية، أنا كتير بحب البطاطا المقلية أكلتي المفضلة. وقبل ما أحط الفروج كمان أنا كنت محمية الفرن، حميته قبل ما أحط الفروج، حطيت الفروج وقليت بطاطا مقلية، وهون هي بعد ساعتين ساعتين طبخ بالفرن على درجة حرارة 200. إذا في عندكم بالمروحة بالفرن عفوا مروحة بيكون كتير منيح، بيساعد على ان الفروج تطبق اكتر. شايفين كيف صارت كتير كتير طيبة؟ طبعا الصوص شايفين كله راح ما ضل صوص. شوفوا هون كيف الفروج يعني متنهنة. فرجعت انا حطيته بالفرن، لكن حطيته اخر شي لحتى من فوق يتحمر الفروج، وهون هيك صار عن جد طلع كتير 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 طيب. طبعا في وجبة من البطاطا المقلية احترقت، لكن معلش اكلناها يعني اكلتها انا ما كبيتها. هون الفروج كان صاير، حطيت مايونيز وكاتشب وعيران، وعن جد بنصحكم بهالطريقة كتير 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 لذيذة وطيبة، كتير كتير طلعت طيبة. وهلأ هون بعد ما تعشينا وقمت جليت الجلي وخلصت ونامت بنتي،
اما اتصلنا فترة عم اتفرج على في حد على اليوتيوب اسمه فارس عاشور بيحكي قصص حقيقية عن اشخاص معينين، بيتطرق لاكثر من موضوع. كتير الفيديوهات اللي بيعملها حلوة، والقصص اللي بيحكيها كمان حلوة. فحطيت لجوزي فواكه وانا كنت مشتاعة كتير شي حلو، حطيت لإلي من هذا الجيلي بول بهذا لبنتي، بس انا اكلت منه. وحطيت له هو عصير، انا حطيت لحالي كولا، كنت مشتاعة كولا كتير. وقعدنا نتفرج على فارس عاشور، رح احطلكم رابط القناة تحت. عن جد كتير كتير القصص اللي بيحطها حلوة. ولهون بكون وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. إذا كنتوا عم تشوفوا الفيديو تبعي لأول مرة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد أنا منزله. وإذا كنتوا المشتركين عندي، بتمنى تحطوا لي لايك لحتى يرتفع الفيديو عندي أكتر. وبأمان الله تضلوا بخير. شكرا كتير على تعليقاتكم وعلى دعمكم وحبكم لي. انتحر. اطلق على نفس النار. وابتدي انتهت مسألة ديفيد رامير اللي ما عاش حتى يوم واحد كشخص طبيعي.